حاليا احنا متواجدين في فعاليه البرنامج الثقافي الرمضاني في قلب الشارقه. الفعاليه هذه عباره عن جمع لجميع التراث الخليجي من احياء الالعاب، احياء الالباس التراثيه. طبعا احنا نقوم بالاشراف وتنظيم الفعاليه من بدايتها لنهايتها، موجودين بالفعاليه من تاريخ من البدء اللي كان بتاريخ 7 رمضان لغايه ثالث يوم في العيد، موجودين المتطوعين للاشراف والتنظيم الفعاليه.